سمعت صوت. والله شي بخيل. الظاهر اني تعبان من مبارح. شرفي يا أختي. مرحبا يا أخي. أهلا وسهلا. امري. أنا حرمته للحارس أبو سمعو، وهذا ابن إسماعيل الكبير. يا أهلا وسهلا، شرفتي. تفضل استريحي. تفضل عمو. إيه يا أختي، شو بقدر بخدمك؟ والله يا أخي نحن بالبيت آكلين هم جوزي. حاكم لهلأ ما رجع، الرجال طلع من مبارح ولهلأ ما رجع، وأنا قلبي قامطني، ما لي عرفانة شو بدي ساوي، بس لو أعرف وينه أو إمتى لح يرجع. والله يا أختي ماني عرفان شو بدي قلت. أبو سمعو اختفى فجأة ولهلأ ما حدا بيعرف عنه شيء أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني معقول يكون صاير له شيء ولي على قامتي؟ والله يا أخي ما لنا غيره، هو سندنا وحامينا. يا أختي توكلي على الله، المكتوب ما منه مهروب. أنت قومي روحي على بيتك وإن جد جديد رح نخبرك بإذن الله. لحظة يا أختي. خدي يا أختي، أنا بعرف الأولاد بحاجة لأكل وشرب ومصروف. بس يا أخي يعني مسكيهن يا أختي، اعتبريني مثل أخوكي، وإذا بتحتاجي شي بتجي لعندي دغري لبين ما يظهر أبو سمعو الله يعيده. الله يخلينا إياك ويطول عمرك يا رب، كثر خيرك. الله معك يا أختي، مع السلام عليكم. مع السلامة. مسكي يا مشربي، بارح ارتحتي كثير على الدواء. لا يا مو، لازم تشربي الدواء. شوفي مبارح كيف كانت حالتك بالوين. الحمد لله اليوم صرتي أحسن. يا مو بس لو تحكي لي شو بك. يا مو فضلتي عن قلبك مشان الله. يا مو ردي علي. كل هالشي صار بغيابي. مسكين يا أبو راهيم، سرقت الذهبات لحتى تكسروا ظهره. إيه والله يا شيخ عبد العليم، على هو ما سمعت إنه من ليلة الحادثة أبو إبراهيم قاعد بالبيت لا بيطلع ولا بيفوت. ابنه إبراهيم هو اللي عم يشتغل عنه بالدكان. المؤمن مرآة المؤمن، وأنا من رأيي روح لعنده ونواسيه. الرجال بحياته ما قصر بواجب حدا. وهذا الشيء اللي بده يصير يا شيخ عبد العليم. أنا خبرت كل أعضوات الحارة يجي يجتمعوا عندي هون بعد المغرب لحتى نروح لعند أبو إبراهيم. بس المهم أنت اللي كيفك بعد هالجوازة هاي. إيجابيات ترمز قلب اللوز يا ترمز. تعرف لك أخي
لحد هلأ مو عرفان ليه جده لأبوه مقبور عنده بالبيت. يا سيدي هذا جده لأبوه كان بزمناته صاحب دين وسمعته مثل المسك، ولما توفى كانت وصيته انه يندفن عنا بالبيت. ايه وشو كان اسمه؟ كان اسمه اخي، كان اسمه زهر الدين، زهر الدين الشوال. والله ما بعرف شو بقول لك لك اخي، يعني من صغري وانا بخاف فوت على خربة القبر. ايه مثل ما عم بقول لك، يعني بحس جده لابوك رح يطلع من قبره يحكي معي. بدك عتال عمي؟ هات عمي هات عمي هات عمي من وين البي؟ يا الله بسم الله. يا جماعة الحارس أبو سمعو لهلأ ما بيّن، ومرته وولاده ما قلن معيل غيره. بقى الله يرضى عليكم، بدي من كل واحد منكم يخصص لهم مبلغ كل شهر لحتى يقدروا يأكلوا ويشربوا. نعم. شو هالحكي زعيم؟ يلي بيسمعك عم تحكي الحكي بيقول أبو سمعو ما عاد يرجع. أعوذ بالله. أنت ادفع هلأ، ولما بيرجع أبو سمعو قلنا حكي تاني. شو قلتوا يا رجال؟ بنعرفين شورك والأمر أمرك زعيم. ماشي سيدنا زعيم، ابن الحارس سمعوا قديش عمره؟ والله ما بعرف يا شيخنا، بس أكيد من فوق 15. يعني عم أقول لحالي مع المساعدة الكريمة منكم لعيلة أبو سمعوا، ليش ما منشوف له شي شغلة لهالولد؟ منه بيطالع مصاري ومنه بيتعلم صنعة. طيب شغله عندك أبو عصام؟ والله أنا بتمنى. أي والله صبره صبر ابني، بس ولدك قد صغير يعني على قدها يا زعيم، يعني بزور حاويتني انا وابني عصام، حتى ابني معتز عم يشتغل عندها بخاطير. ها هي بخاطير. والله كان عيوني، بس الشغيله عندي كتره وماني معتز حدا. يا سيدي انا بشغله عندي بالفرن، الولد صار امانه برقبتنا وبين ايدينا. بارك الله فيك يا ابو بشير، طول عمرك اصيل. وكلكم فيكم البركه، انا بعرف انكم ما بتعصروا ابدا. ابو شاب. امور زعيم. موضوع إعالة أم سمعو وأولادها صار مسؤوليتك، بكرة بتلم المصاري بتوصل لياهن. في شي بتكون تحكوه قبل ما نروح لبيت أبو إبراهيم؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين. اللي صار صار يا إبراهيم، والمفروض منك ما ترد دكانتك وتجارتك وتقعد البيت حاط إيدك على خدك مثل حريم. شغلتك بتهون، انت اللي ضع منك شويه ذهب ممكن تعوضهم مع الايام. اما هي المسكينه ام سمعو، شو بدها تعمل بجوزها اللي انفقد بليله ما فيها ضوء قمر؟ اذا كان لا سمح الله هذا الرجل صاير له شيء، منين بدها تعوضه؟ ها الكلام اللي سمعته يا ابراهيم مزبوط، وانت ما بده مني الا عقلك ما شاء الله بيوزن بلد. نحن معك اخي، الذهبات اللي راحوا ورثة ابوك رحمة الله عليه، واللي عمل العمي هي نطفة ابن حرام، بس اكل الحرام بعمره لا قات ولا بيقيت. الله يبعدنا عنه جميع. امين يا رب العالمين. بقى شو قلت يا ابراهيم؟ قلت لا اله الا الله ونعم بالله. بكره من الصبح بتنزل على دكانتك ورجلك على رجل ابنك ابراهيم. شو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يصبحك بأنوار النبي عمي أبو إبراهيم. صباح الخيرات. ما تنسى عمي أبو مرزوق. الله معك. أهلين أبو إبراهيم. سلامات. صباح الخير. شلونك؟ كيفك عمو؟ بدنا شوية بندورة. رايا حرا. رايا خلا. تعالوا. الله يعطيكم العافية يا رجال. أهلين الدعشرين. أهلين أبو معروف. هات ميزة يا ولد. شو بك يا بي؟ في شيء؟ لا لا يا بي ما في شيء. يلا خيانة تهون.
يو، منين اجت فردة المشاية؟ شبك يا ماما؟ ما حدا هذا أبي؟ ايش صارت إنك وليه؟ الحمد لله يا أبي، الحمد لله. شو طبختي؟ برغل. أصبح سكبير لي صحن اللي مفوت طعمي الحمار وارجع. شو نمال؟ لا ما شو بدك؟ اليوم وانا عم بشطف ارض الديار لقيت فردة مشاية عطيها ملحوشة بين الزريعة. اوف، ومنين اجت فردة المشاية العتيقة؟ ما بعرف، يمكن شي ولد لحشل عنا من على اسطوح الجيران. وينها؟ كبيتيها؟ لا شو كبها؟ تركتها برا بارض الديار. ورجيني اياها لشوف. هي يا ابن عمي. أبو معروف، عرفت الحرامي. أنا عرفت الحرامي.